خلينا نتكلم بقى على ولد غلابة للنجم الجميل أحمد السقا. الحقيقة كان عمل مختلف ومتميز، وخلينا نبدأ بالانتقادات. اسمح لي لأنه الحقيقة أنا شخصياً اتضايقت، يعني لأنه كل عمل ناجح لازم تلاقي بعض من أعداء النجاح يقولك إيه ده متاخد عن عمل أجنبي، وأسهل اتهام الحقيقة بقى موجود بالنسبة لكل الأعمال اللي بتحقق نجاح. فواجهت الاتهام ده ازاي وايه ردك عليه؟ اولا انا يعني عندي ثقة وقناعة كاملة، انا ما شفتش العمل الاجنبي ده غير مؤخرا لما قريت على الفيسبوك وعلى تويتر والكلام اللي حصل يعني. فانا قعدت اتفرجت عليه. اول حاجة ان هو لفت نظري انه شبه فيلم العيب، فيلم الكيف، فيلم الكيف محمود عبد العزيز بالظبط، وان الحدوته بتاعته ببساطه شديده جدا عشان الناس ما شافتش وبتكتب، يعني الناس يقول لك ايه ده مسروق عن كذا. الحقيقه انا ما شفتش الفيلم او ما شفتش المسلسل ده خالص، المسلسل الاجنبي ده خالص اللي اسمه بريكنج باد، لكن شفته مؤخرا اتفرجت عليه. الحدوته بتاعته انه مدرس كيمياء بيمرض بالسرطان، عنده ابن وحيد معاق، قرر ان هو يامن حياه ابنه بأنه يلجأ إلى تصنيع المخدرات وبيعها، اللي هو زي فيلم الكيف عندنا، زي مسروق من فيلم الكيف. لا مش مسروق، أنا ما بتهمش حد، أو اللي هو زي فيلم للفنان القدير عادل إمام اسمه قاتل ما قتلش حد، معمول في الثمانينات. قاتل ما قتلش حد برضو واحد بيمرض بالسرطان أو المفروض أيامه معدودة في الحياة، فبيقرر يأمن نفسه فبيعمل الخطأ. أنا عندي مش كده خالص، أنا عندي حدوتة تانية مختلفة تماما. أنا عندي مدرس صاحب مبادئ وقيم وأخلاق ومتربي على الأخلاق والمثل العليا، ومدرس تاريخ وحافظ تاريخ البلد، والمفروض أنه بيدافع عن شرفه ومبادئه وأخلاقه. بتضطر الظروف والغلب اللي هو فيه والفاقة الشديدة جدا وأمه المريضة اللي هي هتعمل عملية ما بين الحياة والموت، سيدات الفنانة الجميلة صفاء، وفي انتقام، في رحلة انتقام من واحد تاني صديق لي كان صديق له ثم تحول الى انه تاجر مخدرات فعايز ينتقم وعايز يجيب رجله، نجم محمد ممدوح بالظبط اللي هو ضاحي. فعندي موضوع تاني خالص، عندي قصه تانية خالص، عندي مجتمع مصري، عندي مقوله فكريه مختلفه. انا عايز اقول للناس ان الرجل الشريف اذا انسلقت قدمه في الخطيئه لن يعود مره اخرى، وبحذر الناس من مخدر الستروكس. وعندي موضوع تاني خالص مختلف، انتقاد بقى أصل ده مدرس، إزاي مدرس يبقى وتاجر مخدرات؟ طب أنت ما قلتش كده ليه لما شفت فيلم العار في الثمانينات أو في التسعينات، لما شفت الدور اللي عمله الفنان الكبير حسين فهمي كان وكيل نيابة وبقى اضطرته الظروف إن هو أو أرغمته الظروف إن هو لهم طبيب بالظبط بالظبط. فإحنا بقى في نوع من التنمر في المجتمع بتاعنا، بقى في نوع من إن الانتقاد الشديد، الانتقاد العنيف مش الانتقاد الشديد. هو يمكن عشان الشخصية في بداية الحلقات كانت مثالية إلى حد كبير، إنه بيرفض إنه يدي دروس خصوصية، إنه هو بيتولى رعاية أمه زي ما حضرتك قلت وإخواته. أنا قصد إن هذا المثالي يعني كان بالنسبة لها صدمة إنه هم يعرفوا إنه بيتاجر في المخدرات. ما هو أنا قصد ده، أنا قصد إن هذا المثالي حدث له تحول تمام، ولما على أمل إنه هيعود مرة أخرى، بس هو ما ينفعش يرجع خلاص، وفي الآخر بيلاقي عقابه. فإحنا بنحذر، إحنا بنحط يعني نقص الخطر، نقص الخطر أو بتدق نقص الخطر قدام المجتمع.